فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس هذه العبارة وهي: عملت أو فعلت الذي علي والباقي على الله، فهل في هذا الكلام محذور شرعي؟ أنا ما أدري ليش تكرر هالسؤال دائم، نجاوب عليه ويرجع، نجاوب عليه ويرجع. لا بأس بذلك، أن تفعل السبب والتوفيق على الله، ما في شك هذا، ما تعتمد على السبب، تقول التوفيق على الله. نعم.